الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على رياض الصالحين للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب زيارة أهل الخير ومجالستهم، إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ الحديث قوله تعالى: وما نتنزل. التنزل هو النزول على مهل وروية، فالتنزل هو النزول شيئا فشيئا. هذا الحديث فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، فما طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكثر من زيارته إلا لشدة محبته إياه عليه الصلاة والسلام. وفيه محبة واستحباب طلب زيارة الإخوان في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من جبريل عليه السلام أن يزوره كثيرا وأن يكثر من زيارته والنزول إليه، ففيه أن المؤمن يطلب من إخوانه زيارته، والشرع جاء باستحباب زيارة الإخوان كما في الأحاديث السابقة التي مرت معنا، وكذلك جاء باستحباب طلب زيارة الإخوان. وفيه جواز طلب استفسار المسلم من أخيه عن سبب تأخره عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا علامة محبة. فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام أن يكثر من زيارته، وما سأله عن سبب قلة هذه الزيارة، إلا أنه يحبه. وفيه أن الملائكة لا تتصرف ولا تتنزل إلا بأمر الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو داود والترمذي، ورواه كذلك الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. هذا الحديث فيه النهي عن محبة ومودة الكفار والفجار وملازمتهم، وفيه الأمر بملازمة الأتقياء الأوفياء ومخالطتهم، وفيه إشارة إلى أن الأكل من بيت الصديق جائز. الشرع أنزل الصديق بمنزلة الأخ والأخت والعم والعمة وما شابه ذلك، وفيه النهي عن إكرام أهل السوء والفجور وإزداء الجميل إليهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده حسن لغيره. فهذا الحديث ورد بأسانيد عدة، وهذه الأسانيد أسانيد ضعاف، ولكن ضعفها ضعفا منجبرا، فيرتقي الحديث إلى الحديث الحسن. وعمومات الشرع والأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صحة هذا الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه جمع من أهل العلم. والخليل هو الصديق والصاحب، وفيه دليل على أن المرء ينبغي عليه أن يختار الأصدقاء وينتقيهم، وفيه أن الصاحب ساحب، إشارة إلى المثل المعروف عن العرب، فالصاحب ساحب، فإذا صاحبت بطالا صرت بطالا مثله، وإذا صاحبت بخيلا صرت بخيلا مثله، وإذا صاحبت صاحب مروءة صرت صاحب مروءة مثله. فالمرء على دين خليله، فينظر العبد من يصاحب ومن يخالل ومن يود ومن يداخل. وفيه أن المرأة يقوى دينه بصحبة المؤمنين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. قوله الرجل يحب القوم، أي سؤاله رضي الله عنه أن الرجل يحب القوم من أهل العلم والديانة والصلاح، فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعه حبه لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، أي المرء يجتمع في الدنيا والآخرة مع من أحب. فمن أحب الصالحين كان حبه للصالحين سبباً لصلاحه في الدنيا، وكان حبه للصالحين كذلك سبباً لنجاته في الآخرة. قوله رضي الله عنه: ولما يلحق بهم، أي أنه لا يستطيع اللحاق بهم فلا يعمل بعملهم. وهذا الحديث جاء في بعض رواياته أن بعض الصحابة، لعله أنس رضي الله عنه، قال: فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أكون معهم. هذا الحديث في أن من جهل شيئا من العلم ينبغي أن يسأل حملته عنه، والعلم بالتعلم، ولا يكون العلم في دين الإسلام بالإلهام ولا بالقياس ولا بالذوق ولا بالرأي، وإنما دين الله تبارك وتعالى مبني على سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا. فالعبد إن جهل شيئا من كلام الله أو من سنة رسول الله أو من دين الله تبارك وتعالى فإنه يسأل عنه من يعلمه. وفيه أن المؤمن ينبغي له أن يختار إخوانه، والواجب على المؤمن
أن يكون من يحبهم أهل ديانة، وفيه أن الأخلاء إن كانوا على تقوى نفع بعضهم بعضا يوم القيامة، وفيه أن الحب في الله عز وجل طاعة يدرك بها الإنسان ما لا يدركه بعمله، فالإنسان قد يكون مقصرا بعمله ولكنه يحب أهل الدين، يحب أهل العلم، يحب الصالحين، ولكنه لا يعمل بعملهم، لا يلحق بهم في أعمالهم التي يعملونها، وليس له إلا محبتهم، فهذه المحبة تنفعه، والله عز وجل جعلها سببا لأن يكون معهم. وفيه كذلك أن المؤمنين درجات في العمل والطاعة، والناس منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن يوم القيامة، فقوله متى الساعة يعني متى يوم القيامة. ولما كان هذا السؤال سؤال غير نافع له، أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما ينفعه، فمعرفة يوم القيامة على التحديد مما استأثر الله عز وجل به لنفسه، وهو من علم الغيب، ولكننا أمرنا أن نستعد لهذا اليوم وأن نعمل لهذا اليوم. لذلك أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ينفعه من المعارف في ذلك اليوم، فقال: ماذا أعددت لها؟ أو ما أعددت لها؟ وهذا فيه إشارة إلى حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلاغته عليه الصلاة والسلام، حيث أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الذي يهمه لذلك اليوم وينجيه، وهو الاستعداد لذلك اليوم. هذا الحديث فيه جواز رد السائل بسؤال إن كان سؤاله لا يفيد. كثير من الناس يسأل سؤالا غير نافع، فمن الأسلوب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يرد السؤال بسؤال، فمن سأل سؤالا لا منفعة منه سئل سؤالا نافعا حتى ينتفع به. وفيه أن الله عز وجل أخفى يوم القيامة، وفيه أن المرء يكون يوم القيامة مع من أحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: المرء مع من أحب. وفي أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحب الله تبارك وتعالى من أفضل الطاعات وأجل القربات، لا طاعة مثل هذه الطاعة العظيمة، وهي من الطاعات التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، يحب العبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن محب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه الله عز وجل،
فاتبعوني يحببكم الله. فالله عز وجل يحب من أحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه قال: يا رسول الله إني أكون معك فأذهب إلى أهلي فأتذكرك فلا أصبر حتى آتي وأنظر إليك، ثم إني تذكرت يوم القيامة أني إذا دخلت الجنة أكون دونك في المنزلة. أهمه أن لا يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فقال فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ساعة، فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلجي صاحبها يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو كالأحاديث التي قبله. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح إلى آخره، من رواية عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث عند مسلم، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم والأرواح جنود مجندة إلى آخر الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والصحيح أن البخاري لم يروي هذا الحديث موصولا، بل رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وصله رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن، المعادن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، والمعدن قد يكون نفيسا وقد يكون خسيسا، كالذهب فإنه من أنفس المعادن، وهناك معادن لا ينتفع بها الناس. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيارهم، يعني أشرافهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فقهوا، يعني إذا تعلموا وصاروا فقهاء، وصار الفقه سجية له. هذا الحديث فيه أن أعمال أهل الجاهلية ومناقبهم لا يعتد بها إذا لم يسلم صاحبها، وهذا الأمر متقرر في الشرع. فخيارهم في الجاهلية لا يكون خياراً إلا إذا أسلم، وهذا تدل عليه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن العلم والفقه هو الذي يصقل معدن المرء، للمال والحسب والشرف وما شابه ذلك. وفيه أن الطباع سبب لتعارف الأرواح، فمن هذب نفسه صاحب أصحاب النفوس المهذبة، ومن لا فلا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.